في البداية أحب أرحب بزميلتي ولاء ثروت. أهلا بك يا ولاء. أهلا بك ممدوح. في المحبة تجلت الأديان، وهي شجرة مثمرة تؤتي بثمارها للبشرية جمعاء. ومن هنا ومن أبراشية نجح حمادي للأقباط الأرثوذكس نحييكم، حيث حلقة متميزة مع نيافة الحبر الجليل الأنبا كرولوس أسقف إبراشية نجح حمادي وتوابعه. هذا البرنامج برعاية ستظل الكنيسة القبطية شامخة بأعلام الوطنية. وطن بلا كنائس خير من كنائس بلا وطن. تمام. هذا ما عبر عنه قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية. تمام. نرحب بضيفنا اليوم، وهو ضيف غير عادي، نيافة الحبر الجليل نيافة الأنبا كرولوس أسقف نجح حمادي وتوابعها. أهلا بنفتكم. يا مرحب بكم، أقول لكم شرفتونا ونورتونا وكرترتونا وزدتونا فرحة وابتهاج وحب بلقائنا بكم، ونتقابل معكم في كل وقت وفي كل يوم في خير ومحبة بأرضنا الغالية السمينة الغالية علينا مصر وكل المصريين، لأن احنا شعب واحد بيجمعنا أرض الوطن الواحد، بنرتوي من النيل الواحد، كلنا بنتفق في اتحادنا في عبادة الله الواحد. في البداية وقبل أي شيء نود الإطمئنان على صحتكم. نحن وكل من علم بلقائنا مع نيافتكم وحملنا أمانة السلام عليكم. أنا الإنسان بإيماني وطبيعتي هو في يد الله، وفي آية عندنا بتقول لا تحصل تجربة لإنسان إلا والرب فاعلها وسامح بها. فكل حاجة تحصل لصحة الإنسان ربنا مطلع عليها وشايفها. نعم. الموضوع اللي حصل لي في شهر أبريل كان موضوع لا في الحسبان ولا في الفكر. طالع من أوضتي رايح للحمام أغسل وشي عشان أرجع وألبس. نعم. وأنزل الكنيسة بلا شيء وبلا سبب. أنا وقعت. وقعت قاعد. نعم. ما فيش حاجة زعلقتني ولا سجدة ولا حاجة. وقعت. نعم. قمت كويس وغسلت وشي ورجعت لبست ونزلت على الكنيسة.
في آخر الصلاة حسيت بتعب في ظهري، رجعت سكن اللي هو المطرونية، بعت للدكاترة حكيت لهم الموضوع، قال لا نروح نعمل إشعة جنبينها مركز الفتح بتاع الإشعاعات. رحنا عمل مركز الفتح، طلع في كسر في الفقرة الخامسة في الظهر. قالوا بسيط ده، احنا نعالجك مش هنعالجك، انا تبعتهم كدكاترة، قضيت معاهم ما يقرب من شهر مفيش نتيجة الا في ألم. نعم. في الآخر قال لي روح أمريكا. قلت روح أمريكا، أنا مؤلف على روح أمريكا، وعندنا هنا واحد من حبايبنا راهب اسمه أبونا شنودة الشنودي، هو دكتور كان قبل كده. نعم. كلمته ليك دكاترة زمايلك في أمريكا؟ قال لا. قلت بكلمهم. كلم الدكتور المعالج اللي هو بتاع العظام في أمريكا اسمه الدكتور جوزيف إبراهيم. نعم. أنا حجزت وركبت الطيارة من القاهرة لنيويورك، وأنا في مطار نيويورك نزلت أخذ الشنطة، لقيت واحد بيسلم عليا. نعم. يقول لي ازيك يا سيدنا؟ قلت سيادتك مين؟ كان الدكتور جوزيف ابراهيم. هو انت عرفت انا جاي ازاي؟ قال لا، هو انا اللي انت كلمني واتصل بيا وقال لي ميعاد الطياره واليوم اللي انت جاي فيه، فانا جاي معاك في الطياره من القاهره، وهن الله بينا على المركز. رحنا مركز العلاج الطبيعي في نيوجيرسي، شاف الاشعاعات كلها، قال لي لا ده عايز عمليه. عملية ايه؟ لأول مرة اسمعها. قال لي عملية علاج اسمنتي. اسمنتي؟ اه هو انا جسم، هو انا جسمي هتصب في خرسانة؟ بنفس الاسلوب. ايه اسمنتي؟ قال هي اسمها نعم. كده. اه طب حاضر. رحت تاني يوم، انا بكل ايمان مسلم نفسي. طبيعة لما بيأمر الدكتور المريض بأي حاجة بيعمل انام على وشك، نمت على وشك. كشف ظهري والزهر عطوني حقنة بنش عشان ما احسش، وبدا يشتغل. كل اللي انا كنت بحس بيه ضرب شاكوش. هو يضرب كده انا فضت كده، يضرب كده انا فضت كده. وعلى اخر ما خلص كل شيء قال لي مبروك العمليه نجحت، بس احنا عايزينك تستمر معانا، تيجي كل يوم تاخد علاج طبيعي، وكل يوم ناخد نعمل لك اشعه نشوف اخبار ايه الكسر. واشكر الله الكسر لحم الحمد لله، ونشكر ربنا، واصبحت الفقره المكسوره هي فقره عدله. نعم. ولكن دايما يقولوا في مخلفات لكل عمليه. اكيد. ايه المخلفات؟ قاعد الظهر كده. في عضلات الظهر كده. تمام. العضلات لما قطعوا فيها اتوجعت ولسه ما التأمتش لحد الوقت. لحد الوقت تتعبني لو قعدت كتير، تتعبني لو وقفت كتير، تتعبني لو مشيت كتير. واشكر الله على كده. الف سلامة على حضرتك. نشكر الله عليه. كان ممكن لو ما اتعملتش العملية ونجحت ممكن كان يحصل شلل في اي حاجة. في اي ايد من ايدينا، في اي رجل من رجلينا، انما الحمد لله. الحمد لله. وبنشكر ربنا على ان احنا عارفين نمشي. الحمد لله. وعارفين نقعد، وعارفين نستقبل الناس الحلوة ونتكلم معها. ونشكر الله على كل شيء. زي الآية اللي بتقول عندنا احسبوا كل فرح يا إخوتي عندما تقعون في تجربة متنوعة، عالمين إن نهاية إيمانكم تنشئ صبر. نعم. ونشكر الله. وبيها برضو أقول تاني إن العملية دي أنا بعد ما رجعت من مصر ورجعت هنا شفت كل الحب من أهل نجح حمادي. نعم. كل الحب، مسلمين ومسيحيين، والمسلمين يسألوا ويطمنوا وحكي لهم الموضوع، يجي مجموعة تانية يحكوا لهم الموضوع، وأنا بحكي الموضوع لأطمن حبايبي وأخواتي أهل نجح حمادي بلا تقسيم. نعم. ونشكر ربنا. في البداية أحب أرحب بوجود نيافة الأنبا كرولوس معنا في حلقة جديدة في برنامج مع النجم على قناة الصحة والجمال، وأتمنى من الله عز وجل أن يشفيه شفاء عاجلا وتاما، اللهم أمين. نيافة الأنبا كرولوس، أهلا بحضرتك معانا النهارده. أهلا، مرحبا بيكم. من خلال مكترينا، ربنا يبارك في حضرتك. الله يخليك. من خلال مشواركم الذي ألقى بصمته في تاريخ الشارع النجعاوي وتوابع الإبراشية، تاريخ تحلى بالحب والسلام، كيف بين أطياف المجتمع الحمادي
بجمعيه الأقباط والمسلمين، كيف نرى ذلك من خلال نيافتكم؟ أنا ديلي هنا في نجح حمادي ما يزيد عن 40 سنة، ما حسستش في يوم من مسيحي ومن مسلم. نعم. إلا اللي أنا بشوفهم في الكنيسة يبقوا بتاع مسيحيين، وينبي مني مسجد النجدة اللي أشوفهم داخلين في المسجد دول مسلمين. نعم. خلاف كده لا يوجد شيء يفصل بين مسيحيين ومسلمين نجح حمادي في أي شيء. في الواجبات مشاركين بعضنا بعض، في حالة الأيتام مشاركين بعضنا بعض، في التجارة مشتركين مع بعض، في المباني متعاونين مع بعض، في الشوارع الشارع مختلط بين المسيحيين والمسلمين. ما فيش أي شيء يقول لك ده مسيحي وده مسلم والشارع ده بتاع النصارى والشارع ده بتاع المسلمين، ما عندناش. نعم. كله شارع نجح حمادي. حتى أقول لك حكاية، كتير من الناس من حبايب المسلمين، ما قلتش إخواني، من حبايب المسلمين. يا سيدنا. نعم يا حبيبي. أنا اسمي محمود. أيوة حبيبي. أقول إيه اللي عايزه؟ أنا عايز أتعين. حاضر. هالطلب ونشوف لك تاني. واخد الطلب وأسافر بيه، كان عندي محافظ أديله. أجيب له الموافقة، تربية التعليم. أجيب له الموافقة. الزراعة أجيب له الموافقة، بحيث ربنا يوفق نجيب موافقات. بعد الناس يقول إيه؟ أنت نسيتنا إحنا؟ أنا ما نسيتش حد، أنا مش بنسى اللي بيجيني. نعم. مش ببص وانا بطلب الطلب من اي مسؤول للاسم تحت ينتو ايه. ليه؟ لان احنا كلنا واحد. لو شاء ربك لوحد الاخطاء ناديانه. فاحنا بالتالي عايشين بهذا المبدا. وصولا كل واحد مصري يفتكر ان هو مصري ويشيل الزيادات اللي بتتحط دي اللي بتخربط الدنيا. فعلا الدين لله والوطن للجميع. ها الدين لله والوطن للجميع. واحنا عايشين في وطن واحد. بنشترك في كل شيء، في الخير بنشترك. لا. في التجارب بنحتمل. في الحرب بنشترك. نعم. ايه اللي خلينا نفرق بعض عشان هذا وذاك؟ مفيش. يعني انا اديك مثل. كان عندنا هنا محمد علي مفتش اثار. محمود علي مفتش اثار. مفتش اثار بيزور الاثار المصريه. كنت اروح معاه يمسكون الاباء، تجيب لي محمود علي يفتش علينا؟ لو عايزاكم قولوا لي. بعد ما نقضي المبيت في الدير من دول يومين ثلاثه زي ما يكونوا احنا ماشيين، يقول لي محمود لا نيتك ايه؟ يقول لي مفيش حاجه. لا بس قول لي نيتك ايه؟ ليه؟ اصل لو انت هتعمل محضر ازين انا لا هيعتب عليا، مش عارف اجي المكان تاني. يقول خلاص مش هعمل محاضر. ومشيت الدنيا حلوه، مشيت الدنيا حلوه. حتى في المعايدات انا لما بروح اعيد وبقول كل عام وانت طيب، انا مش عشان العيد، عشان فرصه اشوف حبيب اللي راح عنده بحجه صحيح، ونبيها وبيها احنا باستمرار. تعالي شوفي اول امبارح يقول لك الحاج سيد لما توفى بفضلة الشيخ ابراهيم ابو لافا، وانا رحت والناس منتظره جثمان الشيخ ابو الوفا جاي يجي من مصر. شوفوا قد ايه المسلمين وقد ايه المسيحيين قاعدين مع بعض. واللي قاعدين في الدوار وفي كل واحد مليين في مكان. وشوف المقابلات شكلها ايه. اخوه. نعم. يعني اقدر اقول لك يا حمادي نشكر ربنا عليها وربنا يديم عليها، لا تعرف التعصب بين هذا وذاك. نعم كلنا واحد. كلنا واحد. لا فرق بين مسلم او مسيحي. لو شاء ربك لوحد الاديان. لا فرق بين هذا وذاك. وبها احنا عايشين. وعايشين في كل شيء وفي كل مشروع بيبنوا. يعني هقول لك ما حصلش مره ان احنا وبنبني كنيسه قاموا علينا مسلمين هدوا الكنيسه. ما حصلش. نعم. وما حصلش لما بيبني جامع حد جامع، ما حصلش. بالعكس انا فاكر لما كنا بنشتغل في دير ام بابضابه في التجديد،
وخدنا في التجديد اكتر من 4 سنين، كان ابقى قاعد كده يجي يقولوا لي نعم تعالى مين الحاج احمد فخري جاي. قال انا حاج ازيك؟ قال لي جاي بعربيه اسمنت. يا حاج كده ده مش بيت ابويا؟ بيت ابوك يا حاج. خلاص صحيح آه. تمام. في يوم تاني واحد جاييني من الرئاسيه بيقول انا خالي الاستاذ فهم عمر. قلت له اهلا لحبيبي وقال عليا وهو فين؟ قال لي هو في القاهره وبعت لك تبرع. ده تبرع ده ايه؟ فلوس. نعم فلوس بيديني 20,000. وشوف سنة 80 ال 20,000 دوب بكام؟ بالظبط. ها؟ نعم صحيح. أنا وأنا كنا قاعدين بنشتغل، كان عندنا مأمور مركز من جمال محمود، كان حلو قوي. وإحنا قاعدين كده قال لي يا مطرع. قلت نعم يا مأمور. إيه المطلوب؟ قال لي مش ملاحظ حاجة. قلت له أنا عايز أقولها لك وعايز أشتغل فيها. قال لي قلت له الزاوية دي مش عاجباني وضيقة منظرها قديم. قال لي قلت له نفسي أهدها وأبنيها جامعة، بس أنا ما أقدرش أهدها. لو هدها هيقول لك المطران هد هات الزاويه. اللي قلت ناديلهم وانا احنا قاعدين راح بعت لهم جابهم. قال لهم يا جماعه فلان بيقول كذا 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 هدوها واحنا نبنيها. اتهدت واحنا بنيناها. نعم. بعد ما بنينا المسجد ما بقي الزاويه بقي مسجد. اقول له جمال بيه قال لهم. قلت له ليه طلب ثاني؟ قال لهم قلت له المسجد ده مانيش في مدنه مش نبني مدنه. قال له بعدين فيك. اللي بعدين فيها قال بتفتح كل شويه من كل ما اجي تفتح عليه حكايه. قلت له في نقطه واحده. قال انا قلت له انا عندي منارات هم عندهم مش ميدنه هي غيره يجي في ليله يدخلوا علينا يكسروا المناره فنين ما نعمل ميدنه. لا يبقى ده بينور وده بينور وده باين باين وده باين. قال لي تعمل ايه؟ قلت له ابنيها. قال ازاي؟ قلت له انا ما امول. عايزين اسمنت اجيب اسمنت، عايزين زلط اجيب زلط، عايزين عمال اجيب زلط، عايزين مقاول اجيب مقاول. سبينا قواعد المدنة واتبنت المدنة بكل ارتفاعاتها. وريتكم تروحوا هناك تشوفوا المدنة بارتفاعها بارتفاع المنارة بتاعت الكنيسة. وبالتالي هناك ما تحسش مين ومين. اللي ساكنين كلهم في المنطقة اللي جنب الدير كلهم مسلمين، ولكن كل حياتهم بتتقدم من الدير. احنا كنا عند ضيافتكم. كيف جاءت الأنبا أثناء احتفال عيد الميلاد؟ لا في الدير. أنا لما بيبقى في عيد الميلاد أو عيد القيامة هناك المكان واسع. تمام. والقاعة واسعة. تمام. فأنا بفضل هناك. فأنا كل سنة أشوف شيء زيادة. العيد ده العيد الميلاد اللي عدى أنا قاعد أقدر أقول لسيادتك 90% من اللي بيعيدوا مسلمين. بالظبط كده. ويجوا عشان يصوروا معايا ويحكوا معايا ويطلبوا اللي عايزينه الكلام ده كله. أنا لغاية ما وصلت للساعة 4 كنت شبطت بنزين. صح كان كم كبير جدا جدا من محبين الانبا كرولوس هناك. ولما طلعت من القاعه المسلمين. ولما طلعت من القاعه كان معي مجد بوشر. بقول ايه ده مش ده؟ ايه ده كله ده؟ ايه ده؟ قال لي ما اعرفش ارد. قلت تعرف ترد؟ قال ايه؟ قلت له ربنا زرع الحب بين شعب نجح حمادي فما بيتزر ما يلاقوا مناسبه يجتمع فيها مع بعض بالاجتماع. طب ده انا اقول لك حكايه ثانيه. اتفضل. اي ست بيبقى عندها طفل تعبان والكلام ده كله وتوديه للدكتور. نعم. صح؟ نعم. لا تقول لك روح وديه الدير. خلي الرهبه تصلي له. خلي الرهبه تصلي له. يقول انا يجيبوه لنا. اسمه ايه ده؟ تقول لي محمد. اقول له اسمه حلو. خلي بالك منها يا ستي وتهتم بيه. الدنيا امان عندنا وكلنا بنحب بعض مش بنخاف من بعض بنحب بعض. يعني هم المسلمين اللي جنب الدير عندهم عاده
لما ست تقول للطفل ويوم السبوع لازم يزوروه فين؟ يزوروا الدير. نعم. يفتح لهم كنيسة الدير ويدخلوا بيه ويلفوا بيه في كنيسة الدير ويلفوا بالدير وياخدوا بركة من الدير ويمشوا. ده يدل على ايه؟ احنا كلنا واحد بس عايز الفكر يتغسل. نعم. الفكر يتغسل بحيث ما تدخلش في شوائب التعصب والشد. احنا ما عندناش تعصب. واقول لك المسلمين اللي بتعامل معهم ما عندهمش تعصب. انا لما توفى الله يرحمه الشيخ ابراهيم ابو لفا انا رحت الجنازه قعدت يمكن 3 ساعات لغايه لما يجي الجثمان وانا قاعد حزين ببكي. رحت ثاني يوم بعزي واحد منهم مسكني. مش حبيبك يا شيخ ابراهيم؟ قلت له لا مش حبيبي ده اخويا. شيخ ابراهيم ده اخويا، احنا مواليد شهر واحد، مواليد سنه واحده، احنا عايشين مع بعض باستمرار. محدش قدر يفرق بينا وبين بعض الا الموت. وانا جاي باخد عزا في اخويا وعزي ولاد اخويا. كله كان بص كده ولقيت واحد بدا يبكي. انا بكي بعزي. تبكي ليه؟ قال كلامك حلو محدش قال لنا ليه؟ قلت لا. لا فرق بين مسلم ومسيحي. وان شاء ربك لوحة الاديان. احنا عايشين بيها. نيافة الحبر الجليل الأنبا كرولوس تواتر إلينا تقدمكم بطلب للسيد محافظ قنا. مفاده بناء مسجد وكنيسة في مدينة نجح حمادي الجديدة. على نفقتكم الخاصة. حيث تمت الموافقة لطلبكم الموقر. كلمة نيافتكم في هذا الموضوع. لما ظهرت فكرة إنشاء مدينة نجح حمادي الجديدة فأنا رحت اتكلمت مع المحافظ اللي هو عبد الحميد الهجان. قلت له عايزين قطعة أرض نبني عليها مسجد وكنيسة ومش هكلف حد بنفقة البناء. نعم. لأن احنا مع بعض باستمرار في كل شيء. فاحنا نكون مع بعض في بناء المسجد والكنيسة. اللي حب يتبرع هيتبرع الاثنين. اللي حب يشترك يشترك في الاثنين. اللي هيصلي كل واحد اللي له مكان صلاة. احنا عايزين من محافظ قنا وهيئة التعمير بينا فأثناء تحديد مساحة مدينة نجح حمادي الجديدة لا ينسوا أن يحددوا أرض للمسجد والكنيسة معلومة الحدود والموقع وما يعلوش هم المصروفات. مش هقول للمحافظ ساعدنا ولا حد ساعدنا، ربنا يساعد ويبني بيته ومنتظرين الرد. إن ما كانش في رد والأرض الأمر يتأخر أنا ربنا دبر واشتريت أرض في المدينة الجديدة. ولو جيت المسجد اتأخر هبني في الأرض اللي أنا خدتها مسجد وكنيسة. نعم. بس على دي ما يطمنش المحافظ ما اديناش. لا دي حاجه تبقى شعبيه وعايزين حاجه تبقى مدنيه من المسؤولين. هي نفط الانبا يعني الحمد لله الموافقه تمت من السيد المحافظ على بناء المسجد والكنيسه على نفقتكم. ماشي. ولكن حتى الان مدينه نجح حماد الجديده لم يبت في امرها حتى هذه اللحظه. انا بص أنا بقول عشان أضمن المستقبل. بالظبط. وده حق مواطني مدينة نجح حمادي الجديدة بلا تمييز. من نيافتك برضه مشكور لسه دلوقتي بتقول إنه نيافتكم اشتريتوا قطعة أرض هناك. أيوه. وإذا ما تأخر الأمر سوف يتم بناء المسجد والكنيسة. بس الاثنين من الأرض المخصصة. بس على هذا الأساس من المحافظ ما نمشي يقول لك ما خلاص ما هم بقوا مع بعضيهم. بالظبط. يعوضنا عنها. تمام. بص يا حبيبي احنا لسه الراجل قاعدين اسبوعين. لا لا. احنا بندي جرس ليه. محترم. بس. ودي برضو من هذا الإطار برضو نتقدم إلى سيادة اللواء أشرف بيه الدويدي
هو اصلا راجل نشيط، وفي الفتره القريبه جدا اللي خدها عندنا هنا برضو نامل فيه مزيد من الخدمات بمشيئه الله. أنا أقول لك كلمة، تفضل. أنا في أول زيارة لسيادة المحافظ أشرف بيه دويدي، نعم، أنا حسيت فيه روح عادل أمين، تمام، وتفاهمه وتعاونه، تمام، حتى طرحنا مع بعض في كذا موضوع عايزين نعالجه، لأن يعز علينا، فاتفقنا مع بعض. شاء القدر إن بعديها كان في زيارة في فرشوط، وأنا كنت في فرشوط، فرحت حضرت اللقاء. تمام. عجبني طولة بال المحافظ. بالظبط. وحسن استماعه لكل واحد. تمام. في حين أنا اتضايقت من شي واحد، كل واحد يقف يفرد عضلات. بالظبط. ويقول ويقول ويقول. دي من كده. سلبيات ويقول ويقول. المقدمة. أنا رحت جاي، قال لي مشيت ليه؟ قلت له الناس بيقدروا حد. لقيت فوجئت الراجل طلع من المسجد، كان في واجب عزاء، راح عزاء وتقبلنا معه في العزاء. سبحان الله، بعد على هامش اليوم المفتوح. أيوة، اليوم المفتوح. نعم. تقبلنا مع بعض في العزاء. أنا لما جي هنا يعيد علي بنسبة عيد الميلاد، لا جاب كل طاقم المحافظة. المحافظة. حتى أنا اتكسفت، أنا مدير الأمن، رحت المديرية ما كانش موجود، لقيت مدير الأمن جاني هنا. جماعة. معه هو. طبعًا. لا محافظ حلو، وربنا يحافظه عليه ويبارك فيه. نشكره، وهو نشكره. ساعة باله بالفعل أثناء اليوم مفتوح، سواء في رجع حماد أو في أي مكان، بينتظر ويطمئن الناس حتى آخر طلب ما يكون في انتظاره. وفي حركة المحافظين الأخيرة، ولما السيد اللواء عبد الفتاح السيسي اختار لنا السيد اللواء أشرف الدويدي محافظ قنا، حسيت إن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيعايش الشعب المصري، بيختار لهم الشخصية المناسبة. على رأي المثل يقول لك الرجل المناسب في المكان المناسب. في المكان المناسب. صحيح. فربنا كده عمل في مصر رئيس مناسب، وعمل لجينا محافظ مناسب. الحمد لله. نتمنى التوفيق للاثنين. نيافة الأنبا كرولوس، قبل الختام عايزين حضرتك توجه رسالة للشارع المصري بأطيافه أقباط ومسلمين، من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع، والقضاء على الفتن والشائعات وكل ما يمس المجتمع بأضرار، من أجل الحصول على الاستقرار والهدوء والأمان. أقول لك، أنا هتكلم بناء على خبرة 42 سنة عايشة في نجاح حمادي. نعم. أنا جيت هنا في شهر 7/77. إحنا دلوقتي فين؟ 2020. يناير في 2020. نعم. يعني في 41 سنة. الشعب النجاح حمادي عايز ود. عايز حب. عايز لقاء. عايز مشاركة. وده اللي إحنا بنعمله. أنا لما جيت هنا وقعدنا فكرنا في فكرة نكون بيت عيلة. نعم. وبيت عيلة مسلمين ومسيحيين. ثواني يا سيدي. أو مسيحيين ومسلمين، ونشترك مع بعضنا في كل شيء. وبيها الناس كانوا بيستغربوا. إزاي المشايخ المسلمين يدخل الكنيسة ليلة العيد بالنصارى ويقعدوا ويحضروا؟ وأنا أرحب بيهم. أنا يقول له كده، أنا أقول لهم يا هبل يا عبط، أنت لسه مخكم ما دخلش فيه العسل اللي حليه. أنت بتضيق بالعسل، ولكن ما دخلش في مخكم العسل اللي حليه عشان تعرفوا لا فرق بين عجمي وعربي إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا فرق بين مسلم ومسيحي. لو شاء ربك لوحد الأديان. فبيها بنعمل انتشار للحب والوحدة. نعم. شار الحب والوحدة والإخوة. وبيها عايزة تشوفي الكلام ده، أديك المثل. يوم ما احنا اشتغلنا في مباني وتجديد الأنبا بابا. نعم. كنت تيجي تتفرج مين المسلم ومين المسيحي في اللي بيشتغل؟ كله بيشتغل مع بعض. نعم. كان في أرض الدير عايش
25 بيت، وال 25 بيت سمعوا ان احنا ايه هنبني سور، البيوت القديمة هيطلع بره وتتهد. مدير الامن كان اسمه السيد بيت دينار، اتصل بي رحت له قال لي انت مش هتبني لما تريح ناس دي. قلت له حاضر يا باشا هتسمع وتشوف. وانا راجع من الطريق كلمني فضيلة الشيخ ابراهيم ابو الوفا الله يرحمه، انا عايزك. رحت له نعم في قال لي في كذا، قلت له اعمل قاعده دلوقتي وهتشوف. ثاني يوم جمعهم 25 بيت اللي قلت له كل واحد يقول عايز كام فلوس عشان ياخدها ويطلع يجدد بيته اللي بره، لانه مهاجرين بيتهم من بره. نعم. عمل كشف وجمع طلعوا كام؟ 125,000. الكلام ده كان في سنة كام يا مجدي؟ 80. في الثمانينات. في 80. فالشيخ بيقول كبير كثير، قلت التجار ينام هادي ويطلع هادي. نعم. يلاقي داخل بيت في دور ودورين، في بيت مكان المواشي، في دورة مية، الكلام ده كله. نيافة الحبر الجليل بيت العيلة. تفعيله. بيت العيلة، بيت العيلة سيادتك احنا كلنا بنشترك مع بعض في السراء والضراء. نعم. بلا تمييز. في يوم اذا حد توفى غلبان نروح نعزي. نعم. بدون النظر مسلم ولا مسيحي بنروح نعزي مع بعض. في واحد غلبان اتوفى مسيحيين بنروح نعزي كلنا مع بعض. نعم. والناس بيشوفونا. كان يعني ليس مقتصر على حل الخلافات لا فقط. لا لو في اشكال اجتماعيا برضو كان لو في اشكال بندخل نحل. اوضح لك الوضع، كنا عاملين زيارات للمدارس. نعم. نروح الجمامسه المشايخ ونقول كلمه والطلبه يشوفونا. فمره طالب مسكني يا جمص، قلت له يا حبيبي اللي يجينا كل شهر، قلت له انت هتعملكم بس مدير المدرسه يوافق، احنا مستعدين نجيكم كل يوم طلباتكم. وبيها وزاره المدرسه بعتوا لنا كشف بس مع طلبه عايزين مساعدات. كان برضه من مهام دور بيت العيله كذلك برضه. ان عرفنا نجيب الحاجات عينيه نديها، ما عرفناش نروح نديها للنظر. اتفضل يا سعد. في تكريم الامهات. وفي تكريم الامهات في عيد وكله. وحل مشاكل. بلسه يعني بكلم. يعني نشكر ربنا نيافة الحبر الجرير انه على دور بيت العيله كان دور اكثر من جيد وكان دور فعال جدا. بص بص نتمنى رجوعه ثاني الفتره القادمه. اسمه ايه؟ عيله. بيت بالظبط. بيت عيله. كلنا واحد، كلنا حب، كلنا اخاء. واشهد الحاج سيد وروح شوف سيدنا الشيخ عبد الله عبد الصبور. عبد الغفار. ده الشيخ عبد الصبور النهارده بعت لي قرفه. ولولا ضيق الوقت لكان هناك متسع اكثر من هذا. زي ما قلت نيافتكم في عيد الميلاد احنا بنحبك، واللقاء مع سيادتك احنا باستمرار لا ينتهي اطلاقا، لان احنا عندنا ايه في الانجيل بتقول يعني الله محبه فكونوا بين الناس متحابين. الله محبه، ومن لا يثبت في المحبه لا يثبت في الله. نعم. وعندنا تاني حبوا اعدائكم، باركوا لعنيكم، صلوا لاجل الذين يسيئون اليكم ويتحدونكم، لأن الله خلقنا جميعا من أب واحد وأم واحدة آدم وحواء. وفي هذا اللقاء الممتع المتميز وجدنا معنا أحد الشخصيات المقربة جدا لنيافة الحبر الجليل أم بكرولوس، وهو الحاج سيد فضل الله. أهلا بك حاج سيد. أهلا وسهلا. عاوزين كلمة تقولها حضرتك في حضور نيافة الحبر الجليل أم بكرولوس. اولا بالنسبه لنيافه الانبا كرولوس، انا بالذات لي ارتباط وجداني كبير بالنسبه لي، لان يعني في البدايه يعني انا عاصرته عن قرب وكنت براقب، يعني عاوز امسك اي حاجه عليه او اقيمه بالضبط، فكنت مراقبه كده. كل ما اراقب الاقي نفسي بتقرب اكثر ليه. نيافة الأنبا رجل دين ودولة، رجل اجتماعي ديني من الطراز الأول ورجل اجتماعي من الطراز الأول. ربنا أكرمنا به في نجح حمادي من مسلمين أو مسيحيين لينشر المحبة بين الجميع من خلال محبته للجميع، وبالتالي أحبه مجتمع نجح حمادي بالكامل. أنا أحد الأشخاص
عصرت فيه علاقات مع المسلمين والمسيحيين، وفي نفس الوقت كنت في احد المرات كل ما كنا نروح وجينا امسك الدسيه اللي معاه او الملف الاقي نصهم مسلمين الطلبات ونصهم مسيحيين. تمام. كان فتره عملي في النقابه في جينا وعلاقتي في الوزاره، كل ما اروح القى الانبا نيافه الانبا هناك واخذ له طلبات مسلمين ومسيحيين. كذلك لاحظت انه محبه الناس لي غير عاديه، فتحليلي ليها استنتجت انه هو بحب الناس اكثر، فربنا خلى الناس بتحبه للدرجه دي بسبب هو محبته هو لجميع مجتمع نجح حمادي. غيور على كل مواطن في نجح حمادي، بيعول هم اي مشكله في نجح حمادي سواء من مسلمين او مسيحيين. انا نفسي شخصيا في بعض المواقف حصلت معايا، بالنسبه لي فتره من الفترات لا اطيل عليكم، كنت في محافظه جنا في المديريه لقضاء طلب احدى الخريجات للتعيين في الصيف موجة الحر الشديدة، وأنا راجع ما خلصت لها الطلب من وكيل الوزارة وأنا راجع بالعربية في الجبل، خدت ضرب الشمس فحصل جفاف في القرنية والعصب البصري، خدت فترة جميع أنواع الدكاترة تعالج كله رفض أي إجراء عملية، قال لي تفقد ما بقي لك من البصر، وأنا قاعد في البيت خلاص ما فقدت الأمل في كل الأطباء، خدت حوالي شهرين وأنا قاعد على أساس رديت بقضاء الله وقدره، فإذا بنيافة الأنبا باعت لي وفد من المترنية يقولوا لي هذه الجواب وهذه كرت، وتروح للدكتور رياض في إقارة نتصل به وحددت لك معاد معه وتروح له راح يعمل لك العملية. ما أعرفش يعني بحس هو وقد كان فيها برضه. أنا أروح هناك دكتور رياض، أول ما رحت وكشفه ورحت عنده ربس الله قال لي اتصل بي نيافة الأنبا وتأخرت ليه، فالحمد لله يعني أنا قمت بإجراء العملية والحمد لله بكرم ربنا سبحانه وتعالى وبرضي بنيافة الأنبا واهتمامه بينا يعني أو بأهلنا الحمادي جميعا. بالنسبة لنيافة الأنبا أنا لي علاقة خصوصية معه. ليه؟ لأنه ارتباط أصبح وجداني معاه بالنسبة لنجح حمادي، لأنه حاسس أنه يعني من رمانتي الميزان في نجح حمادي أو أنه هو لي دور كبير في الترابط الوثيق بين المسلمين والمسيحيين في نجح حمادي، وجوده مهم للمسلمين والمسيحيين، مهم لنا احنا أيضا أنه بيخلي المجتمع نجح حمادي كله محبة، وإحنا بنحس في يوم عيد الميلاد أنه عيدنا إحنا زي ما عيدهم هم، نحس أنه احنا بنشارك المسيحيين في نيافة الأنبا احنا لنا نص فيه. نعم صحيح. فيعني دائما ندعو له بالصحة وطول العمر. شكرا حاج السيد. انا بقول كلمتين. تفضل نفتهم. عندنا آية بتقول حبوا أعدائكم باركوا لعنيكم صلوا من أجل الذين يسوون عليكم وتضانوكم، والمحبة هي أعظم شيء ولا شيء يسويها. فبالتالي الواحد لما بيحب في فرق بين حب أخوي وحب للمصلحة أو حب الضيع بتاع الشباب الضيع. احنا هنا بنعيش اخوات، وكلمة اخوات انا هقول لكم كلمة، انا المرة الاخيرة لما رحت امريكا وعملت العملية ورجعت اخويا شقيق وكله ما جاش سلم عليا، كلم تليفون، ولكن كل الناس هنا في نجح حمادي سالت عليا، والمسلمين كانوا اكتر منهم. يبقى مين الاخ؟ نعم يبقى الاخ اللي بيزور واللي بيسال. بالظبط. زي في مثل بلدي كده يقول لك ايه، جاتني شنقه فريقي بينت لعدوي من صديقي. فاحنا هنا كلنا حب. نعم. وكلنا اخوه وكلنا بنشارك بعض وكلنا بنفكر في بعض. نعم. وما كناش كلنا بنفكر في بعض كنت تبص لنجح حمادي في سنة 75 كان شكلها ايه، ولما قدس البابا شنودة لنحي وبعتني هنا قال لي خلي بالك نجح حمادي فيها تفريقة، قلت له لا ما فيش تفريقة، ها
هتشوف ان هي ما فيش تفرقة. اعدامت في حب، في ود، في مراعاة شعور. نعم. ده اللي موجود حاليا. نعم. ربنا يحفظ مصر ويجعل مصر في خير وكل شعبها يعيشوا في خير ويتمتعوا بخير ربنا، لان افضل ارض هي كنانة الله في ارضه مصر. هي مصر. في نهاية هذا الحوار الممتع الشيق الرائع نشكر نيافة الحبر الجليل الأنبا كرولوس على الفحاوة التي قابلنا بها وما أفضى به إلينا من معلومات. كان لبرنامج مع النجم حظ وفير منها. شكرا نيافة الأنبا. أنا بشكركم في اليوم ده إن أنتوا خليتوني أتكلم كل اللي في قلبي عشان يسمعوه كل نجم حمادي وكل الناس على مستوى مصر. لا فرقة ولا تناحر. نعم. ولا مخاصمة بيننا، كلنا مصريين، كلنا بنعيش في وطن واحد، كلنا بنشارك بعض في كل في السراء والضراء. نعم. حافظ الله مصر وبارك في شعبها وبارك في ثمر أرضيها في ظل رئاسة السيد عبد الفتاح السيسي وكل العاملين معه. وفقكم الله وسدد خطاكم والسلام لكم والسلام عليكم والمجد لله دائما أبديا أمين. وفي ختام حلقتنا النهاردة بحب أوجه الشكر والتقدير لنيافة الأنبا كرولوس أسقف إبراشيت نجاح حمادي وتابعه على تشريف وجوده معنا النهاردة في برنامج مع النجم. أسأل الله العظيم أن يحفظ مصر وشعبها وأن يجعلها آمنة مطمئنة إلى يوم القيامة. سعدت بكم وأتمنى أن أكون قد أسعدتكم. سعدنا في هذا اللقاء مع نيافة الحبر الجليل الأنبا كرولوس أسقف نجاح حمادي وتوابعها. وكان معنا من أسرة الإعداد الأستاذ أمجد عبد الرحيم والأستاذ أحمد الكميلي وزميلتي ولاء ثروت والمخرج الجميل ملك نعيم. وكنت معكم ممدوح النجمي على أمل أن نلقاكم بمشيئة الله وأمنه في اللقاء القادم معنا ومعكم ومع النجم.